كابتن الكبير كابتن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحله. يا فندم صباح الخير، بهنيك الاول على المستوى، بالنسبه للنتيجه انت هتقول لي بقى كنت تعتبرها نتيجه ايجابيه ولا لا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير فريد، تحياتي ليك. تحياتي يا فندم. النهارده مباراه كبيره من غزل المحله، ونفس الامر بالنسبه لانبي، راضي على نتيجه هذه المباراه؟ والله احنا كنا بنامل طبعا، الفرقه بتامل في الدور الثاني تاخد الثلاث نقاط وتوصل بيهم لابعد مكان، خصوصا بتقارب عدد النقاط ما بين الفرق اللي في الامان وفي الفرق اللي بتصارع برضه. يعني لو رجعنا نبص فرق ست نقاط مش كبير كده، طبعا كل واحد بيطلع ثلاث نقاط، وده اللي كنا بنلعب عليه النهارده. حاولنا بكل الامكانيات، بس طبعا انت بتلعب فرقه كويسه جدا، عندها راس لعب ممتاز، عندها لاعب فني محترم جدا. الولاد ادوا بشكل كويس الشوط الاول، الشوط الثاني حصل في تراجع شويه. بنقول فرقتين تقاسموا المباراه، النتيجه في مجملها عادله للفرقتين. ممكن تكون طموحنا ان احنا كنا نكسب، بس انا شايف ان النتيجه عادله بالنسبه للفرقتين. هايل. من الحاجات المهمة جدا كمان العناصر اللي بقت مهمة في غزل المحلة، أكتر من لاعب وأكتر من عنصر، بقى الفريق فعلا عنده قوام محترم، حتى لو بكل تأكيد أنت لما جيت لقيت نقصان في بعض المراكز، بس بقى عندك أسماء محترمة وعندها خبرة في الدوري يا كابتن مصطفى. والله طبعا احنا جينا بعد انتقالات يناير ما انتهت خلاص في بدايه الدور الثاني، مش هتقدر تجيب اللعيبه، انت هتكمل بالعناصر الموجوده، كلنا ثقه فيهم هنديهم كل الدعم وكل الشغل الفني اللي هم محتاجينه، بحيث ان هم يوصلوا لابعد مركز ممكن يوصلوا له الموسم ده ان شاء الله، والموسم اللي جاي نبدا من حيث انتهينا من المركز ده، ويبقى تطلعاتنا اكبر ان شاء الله الفتره الجايه، وتعاقدات تبقى اكثر، خصوصا في حاله استقرار الاداري اللي تشهدها نادي غزل المحله وشركه الاستثمار للكوره برئاسه مهندس علي العباسي، وطبعا ودعم سياده الوزير هشام توفيق لينا في الفتره دي. فالامور بالنسبه لنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه مع بعض الاستقرار اللي موجود مع العناصر اللي احنا بنحاول نطورها اكثر واكثر الفتره الجايه ان شاء الله المحل هيبقى في مكان كويس ان شاء الله. التغيرات الفنيه او التغييرات الفنيه الكثيره في غزل المحل هذا الموسم، حاسس انها اثرت على الفريق ولا حاسس ان الامور ماشيه بشكل كويس؟ لا اثرت بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني انت لما يجي لك مدرب في الاول ويمشي، جاك مدرب بعديها ويمشي بعد كام ماتش، اللعيب خلاص بتبقى حالته النفسيه بيقول لك مين المدرب الرابع مش الثاني، يعني خلاص هيجي المدرب الثالث وهيمشي هو كمان. ففي عدم استقرار فني بالنسبه للعيب، طبعا دي بتعمل اضطرابات غير طبيعيه فنيه في الملعب. اللعيب بيبقى مش عارف اذا كان هيلعب ولا مش هيلعب، ولا المدرب الجديد هيجي يلعبه مش هيلعبه، ما عندوش استقرار فني. الكرات التدريبيه اللي بياخدها من مدرب لمدرب، الكرات الفنيه بالذات مختلفة من مدرب لمدرب، الفكر التدريبي مختلف من واحد لاخر، فطبعا بيحصل له تشوش كبير جدا. يعني فانت عشان تقدر ترجع اللعيب لمستوى او تطبقه بطبعك الفني بمعنى اصح، بتاخد منك وقت كبير ومجهود كبير. كان اهم حاجه العامل النفسي اللي احنا كنا بنتعامل عليه وبنشتغل عليه الفتره اللي فاتت دي، كتهيئه استقرار فني بالنسبه للعيب. صحيح. طيب عندك لعيبه مميزه ولعيبه زي ما بيقولوا كده عليها العين في الدوري الممتاز، على سبيل المثال فتح الله، عبده، يحيى، اللعيبه دي اكيد هي كمان عندها طموحات وعندها اشياء. انا فاهم ان احنا لسه ما وصلناش لاخر الموسم، بس اكيد نفسيا ومعنويا انت محتاج طول الوقت شغل مع اللاعبين دول. والله اللعيبه كلها عندها طموح وعندها اصرار وعندها اراده ان هي تحط نفسها في مكان كويس، بس ده هيكون من خلال النادي. يعني النادي هو اللي هيخليك في المكان ده، النادي هو اللي بيقف جنبك علشان يوفر لك كل حاجه عشان تقدر تقدم مستواك الفني باستقرار. ما عندكش اي مشاكل ماديه، ما عندكش اي مشاكل اداريه خالص اطلاقا في النادي، فده بهيئ لك ظروف كبيره جدا. فاكيد النادي هو له الجزء الاكبر في مستواك الفني. فاي لعيب هيتطور طبعا النادي بيبقى له حق كبير فيه، وكل اللعيبه مرتبطه بعقود مع النادي، والنادي له خطه مستقبليه استثماريه الفتره اللي جايه، اعتقد من خلال مجلس الاداره هم اللي هيقدروا يحددوا تصرفاتهم في اللعيبه الفتره الجايه. بالتاكيد. كابتن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحله، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.